الموروث هذا موروث الإبل ومزاينها رجع برونق جديد وبوهج جديد بشكل مميز، والكل يعشقه لأن هذه انتماءاتنا وهذه أصولنا وحنا شعوب قبلية يعني شئنا ما بينا بأي وطن عربي. فالانتماء هذا جدا قوي. فبالنسبة للي اللي اللي ما عنده فراغه وما عنده يروح للشيء لكن أصوله القديمة لها الشيء فيحب هالشيء، أصبح التأجير أداة وسيلة مميزة جدا. يعني لو تضرب لي مثل في أي تاجر من التجار اللي ما عمره يعني اقتنى إبل وهذا بإمكانه يقول والله أنا بدخل في المهرجان مثل ما أنا أشتري أرسنال ولا أشتري مانشستر يونايتد، والله أنا أعرف المنقية الفلانية هذه مميزة بتاخذ المركز الأول وأنا بروح أتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأخذ الجوائز ملوتها والأقيام مقاسة، أو يعني أني أروح أجر أو أني أنا أقتني بنفسي وأجعلها هي أداة للاستئجار تكون منصة استئجار أيضا بنفس الوقت. إحنا في السابق المنقيات يعني أعطيك مثال الحين، المنقية اللي بتاخذ المركز الأول اليوم في جميع الألوان تكلفتها ما تقل عن 250 مليون ريال، هذا الرينج ماله، وهذا الحقيقة هذه قيمة الفرديات بسبب المهرجان. أنت لما يكون عندك أصل قيمته 200 مليون دولار أو 200 مليون ريال، والأصل هذا أنت تصرف عليه وتخسر عليه العناية الطبية الأعلاف المزارع يعني عليه جهد كبير، شو المردود؟ أنت تشارك فيه تأخذ جائزتك، طبعا الجائزة جزء من المردود وهذا يشكر عليه النادي لأنه شيء مشجع للبادية، لكن المردود الكبير اللي دخل عليه الآن منقيتك لها قيمة إيجارية. اليوم أنا مستعد أدفع 20 مليون ريال في أي منقية تأخذ الأول، في قعدان تأجرت بثلاثة مليون ريال قعود قيمته 10 مليون يدخل لك 3 مليون ريال بالسنة، وين تلقى الاستثمار هذا؟ خلال كم المدة؟ المدة تاخذها 3 ساعات انت تشارك فيها وتاخذ نقاطها، هذه المدة. فانت لما عندك شغلة تسوى لها 200 مليون واجارها ب 20 مليون ريال، وين تلقى مردود افضل من هالمردود وانت متنومس ومستانس عند حلالك وشايفه عندك فالمردود المالي للمستثمر في الإبل بسبب الإيجار أصبح متواجد وشيء رسمي، حالة حال أي قطاع اقتصادي في أي اقتصاد، حالة حال العقار، حالة حال المواصلات، حالة حال النفط والغاز، حالة حال أي شيء ثاني. الآن البنيات التحتية للنفط والغاز تؤجر صحيح ويدفع لها أجار ويدفع لها ليسك، فالآن الإبل أصبح لها قيمة إيجارية ومستمرة ومستمدة من وين؟ من مهرجان الملك عبد العزيز. اليوم انت لو تروح حق دبوس الدبوس وتقول له هاك المبلغ المالي وارباح معينه وبيع ندر صفر، والله ما تطلع فيها نهائيا مره. لو توزنها ذهب وتقول له هاك ما يفرط فيها، تقول هذه انا احبها، هذه ناموسي وناموس قبيلتي وناموس ربعي وناموس جمهورها، مستحيل. يمكن حتى لو تروح تاخذ بكره من اللي هو يغليهم مستحيل يفرط فيها، خل ممكن يبيع من اطراف الحلال هذا ما في مشكله، لكن من الدر صفر مستحيل.